مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. من ساعتين تقريبا الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وده بعد ما تم التصويت وكان في 143 دولة صوتوا لصالح العضوية الكاملة دولة فلسطين بالأمم المتحدة، وكان في 9 أعضاء رفضوا وامتنعت 25 دولة عن التصويت. بالتأكيد ده قرار هيكون ليه تبعات دولية كبيرة، وخصوصا ان احنا عندنا جزء من المجتمع الامريكي، ويعني تحديدا كان في امبارح الخميس 25 عضو من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي اللي بينتموا للحزب الجمهوري تقدموا بمشروع قانون بعنوان لا دخول رسمي لفلسطين، وده التشريع اللي بيسعى لانه يتم فرض عقوبات على اي مؤسسة بتمنح فلسطين حقوقها الكاملة، وضمان كمان أن المساعدات الأمريكية ما تروحش لهذه الكيانات اللي بتقدم الحقوق والامتيازات الإضافية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وده طبعا كان احتجاجا على مساعي الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة، اللي هو أكيد حق أصيل لهذا الشعب ولهذه الدولة زيها زي أي دولة تانية أنها تكون موجودة في الأمم المتحدة. إيه اللي ممكن يضيف للقضية الفلسطينية النهاردة بدخول فلسطين كدولة مش دولة مراقب بس زي ما هي كانت موجودة في الأمم المتحدة، لا دولة زي باقي الدول، يضيف إيه للقضية الفلسطينية؟ هل هناك تغير في رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وخصوصا بعد الحرب على غزة؟ نناقش كل هذا مع السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير على حضرتك سعادة السفير، وإلى أي مدى ترى تغير في الموقف يعني العالمي والمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية بإقرار دولة فلسطين عضوة في الأمم المتحدة؟ بكل تأكيد يعني مكاسب هامة وخسائر استراتيجية لإسرائيل في الأمم المتحدة، يعني أكثر من 142 صوت صوروا لصالح منح دولة فلسطين العضوية الدائمة، منها 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بلجيكا وقبرص والدنمارك، فرنسا واليونان وأيرلندا وأسبانيا، لوكسمبورغ وسلوفينيا، سلوفاكيا، بولندا، البرتغال ومالطا. تحول تاريخي، دول الاتحاد الأوروبي اللي صوتت ضد كانت تشيك والمجر فقط، أما باقي دول الاتحاد الأوروبي اللي امتنعت عن التصويت كان فيها ألمانيا أيضا، يعني امتناع ألمانيا عن التصويت في حد ذاته صحيح ليس رفض، حتى أن المندوب الأمريكي عندما تحدث عن موقفه المضاد لمشروع القرار ذكر أنه لا يعارض منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولكن من خلال التفاوض المباشر، أي أن فلسطين، دولة فلسطين باتت حقيقة وواقعة، لم يعد الأمر كان مجرد مساعي دبلوماسية بل حقائق على الأرض وقرارات ملزمة وفقا لقواعد الأمم المتحدة، ستنطلق في المرحلة المناسبة حول في الموقف الأمريكي لمجلس الأمن، ولكن الخسائر الاستراتيجية التي أشرت إليها باتت تطال إسرائيل من موضوع المناقشة اليوم ومنح دولة فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة. نترقب أيضا محكمة العدل الدولية بقرارها بمد ما تقوم به إسرائيل كجريمة إبادة جماعية بعد أن وثقت دعوة جنوب أفريقيا والدول الشريكة ومن بينها مصر في مرافعتها الشهيرة، حقيقة أن ما ارتكبته إسرائيل وترتكبه هو من جرائم الإبادة الجماعية. ولك أن تتخيلي عندما يحتفل العالم أو تحتفل إسرائيل وخلفائها بالهولوكوست أو بجريمة النازية بالإبادة الجماعية لليهود في نفس التوقيت تتهم ذاتها التي نشأ لغرضها ولها قرار الإبادة الجماعية بنفس الإبادة الجماعية، وكانت العدل في قرارها ستجد دولة إسرائيل بهزيمة استراتيجية حتى على المستوى النفسي للمجتمع الإسرائيلي الذي أعتقد أنه بات مهزوما ومهددا إسرائيليا. يعني نحن لا نتحدث عن إسرائيل 67، لا، إسرائيل حتى في تصديها للضربة الإيرانية كانت تستعين بقدرات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والحشود من الأساطيل التي تجمعت
وتصدت للمسيرات والصواريخ الإيرانية.